أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الرابعة. وصل وفد منتخبنا الوطني صباح اليوم إلى البصرة في إطار التحضير للقاء شقيقه العماني في ملعب جذع النخلة في المباراة المقرر إجراؤها الخميس المقبل ضمن تصفيات المونديال. وسيبدأ منتخب أسود الرافدين تدريباته مساء اليوم في ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، وذلك بعد اختتام معسكره التدريبي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا لمواجهتي عمان والكويت في التصفيات الحاسمة للمونديال المقبل. أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني اتفاق وزيري داخلية العراق والكويت على دخول 5000 مشجع عراقي لحضور مباراة المنتخبين في 10 أيلول الحالي. ويأتي الاتفاق بين البلدين عقب سجال اشتعل في الأوساط الشعبية والجماهير الكروية على خلفية إعلان السلطات الرياضية في الكويت السماح بدخول 200 مشجع عراقي فقط لحضور المواجهة بين أسود الرافدين والموج الأزرق، ما دفع مسؤولين في البلاد إلى الدعوة إلى التعامل بالمثل وتحديد عدد الجمهور الكويتي الداخل إلى البصرة. من جانب آخر، أعفى العراق الجمهور العماني من رسوم تأشيرة الدخول إلى أراضيه لمدة 3 أيام لحضور مباراة المنتخبين في البصرة. هذا ووجه العيداني بمنع دخول أفراد حماية المسؤولين المسلحين بما فيهم حمايته الشخصية إلى المقصورة الرئاسية في ملعب جذع النخلة خلال حضور المباريات المؤهلة لكأس العالم 2026. وفي إجابة عن سؤال لمراسل يو تي في خلال مؤتمر صحفي، أكد العيداني عدم السماح لأي كان بالنزول إلى أرض الملعب بمن فيهم البلوغرات خلال مباراة أسود الرافدين والمنتخب العماني التي ستقام الخميس المقبل ضمن التصفية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم. أي حمايات بما فيهم حماية محافظ البصرة ما راح تدخل للملعب، سواء أنه توصل الشخصية لكنه ما تدخل للمقصورة الرئيسية، ما ممكن تدخل للمقصورة الرئيسية، وأي زي عسكري داخل المدينة الرياضية ما مسموح. هذا يعني تعليمات اتحاد دولي ويجب أن نطبقها إذا نريد نستمر أن نلعب على أرضنا وعلى ملعبنا. مع احترامي لكل الأخوة المسؤولين إن كانوا محافظين أو وزراء أو نواب، ما مسموح أن يدخلون حمايات، ولا مسموح لأي كان بدخول أي مسلح ويا إلى المقصورة الرئاسية. موضوع البلوغرات وما يسمى بهذا الموضوع، اللي عنده تذكرة ممكن يدخل الملعب، أنا ما أقدر أمنع منه يدخل الملعب وما أمنع يشتري تذكرة يدخل الملعب، لكن أرض الملعب ممنوع أيا كان، وممنوع غير أمن الملاعب الخاصين بأمن الملاعب أن يدخل إلى ما بين المدرجات أو إلى ساحة في السياق ذاته، قال قائد عمليات البصرة اللواء الركن سعد عريبي إن خطة تأمين مباراة العراق وعمان جرى وضعها وفق ضوابط الاتحادين الدولي والآسيوي إلى جانب الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشيرا إلى عدم وجود قطوعات في الشوارع المؤدية إلى المدينة الرياضية. تم إعداد خطة أمنية وفق سبقتين. السبقية الأولى هي ضوابط الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد العراقي، وتأمين الحماية للجماهير الغفيرة اللي راح تحضر إلى الملعب. هذه الملاحظة اللي أثارها الأخ الصحفي، تم فرز قوة منفصلة لحماية عجلات المواطنين. هذه القوة راح تكون من قطاعات الجيش ومشاركة مفارز من المرور. بحث رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مع قائد قوات التحالف الدولي في العراق الجنرال كيفن ليهي سير الحوار الفني بين الجانبين لإنهاء مهمة التحالف في البلاد. وذكر بيان لمكتب السوداني أن الطرفين ناقشا تحويل المهمة إلى إطار العلاقات الثنائية بين العراق والدول المشتركة في التحالف، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال التدريب والخبرات والمعلومات مع القوات الأمنية العراقية. كما أكد السوداني أن فلول داعش الإرهابية لم تعد تشكل خطرا على الدولة العراقية، مشيرا إلى أن عناصرها تحولت إلى زمر مطاردة في المناطق النائية.
تعيد العملية العسكرية الأخيرة في صحراء الأنبار الحديث والأسئلة والمخاوف حول خطر وجود داعش في العراق، فبعدما توالت روايات حكومية لمرات عدة عن انتهاء وجود التنظيم، تبرز تصريحات تفند ذلك وتؤكد اشتراك قوات قتالية أمريكية مع قوات عراقية في معركة استهدفت مضافات متحركة للإرهاب. من جديد يعود الحديث عن عمليات عسكرية لمحاربة ما تبقى من أفراد داعش داخل الأراضي العراقية وتحديدا في صحراء الأنبار. هذا ما كشفت عنه قيادة العمليات المشتركة التي أعلنت مقتل 14 داعشيا وبمشاركة قوة من التحالف الدولي وتحديدا القوات الأمريكية. الموقف الحكومي المعلن وعلى لسان رئيس الوزراء إن لا وجود لداعش داخل الأراضي العراقية، والتنظيم لم يعد يشكل أي تهديد للعراق، وعليها استندت مطالبات الحكومة بخروج القوات الأجنبية من العراق، لكن المعطيات على الأرض تثبت العكس. والبقاء القوات الأمريكية بناء على طلب الحكومة العراقية، وكان هناك قبل يومين في أنبار سولة للقوات المسلحة العراقية بالتعاون والتنسيق مع القوات الأمريكية، قضت على مجرمي دواعش وعلى ما أعتقد يعني جرحت بعض من القوات الأمريكية المتواجدة. مع اشتراك القوات الأمريكية بالعملية الأخيرة ضد داعش التي لا يعرف أي شيء عن تفاصيلها، والحديث عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية، تستمر الأصوات داخل البيت التشريعي بالمطالبة بإنهاء هذا الوجود العسكري. لم يكن هناك دور لقوات التحالف سوى التدخل الطيران الجوي فقط، أما بشكل مباشر وسقوط جرحى أو قتلى أو ما شابه ذلك لا أعتقد هذا الشيء له صح. من يدافع على الأرض هم أهل الأرض، هذا ما يجمع عليه ممثلو الشعب داخل بيت التشريع، معتبرين وجود ما تبقى من عصابات داعش لا يمثل خطرا في البلاد، لكن الحكومة الآن بحاجة إلى الإجابة عن أكثر من سؤال محرج، أهمها هل داعش عاد ليشكل تهديدا على العراق، ومتى أصبح يشكل هذا التهديد وكيف؟ تناقض في التصريحات تكشفه العمليات العسكرية أو البيانات عن عمليات كهذه من دون الخوض في تفاصيلها، لكنها تأتي في وقت يريد الجميع فيه تحريك شماعة داعش نحو الجهة التي يقف فيها، والمتضرر الوحيد هي المناطق المحررة وأهلها الذين تعبوا من الحروب. من بغداد أحمد مؤيد، UTV. إلى ذلك عبر نواب عن رفضهم لتواجد التحالف الدولي في البلاد نظرا لقدرة وجاهزية القوات العراقية على مواجهة الإرهاب بحسب تعبيرهم، داعين إلى تحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية سواء القتالية أو الاستشارية. احنا نتحفظ على أي قرار حكومي يشجع على بقاء قوة محتلة على الأراضي العراقية. الحكومة هي عاجزة عن معالجة السلاح المنفلت داخل العراق، يعني اليوم أكو سلاح منفلت داخل العراق خارج إطار الدولة ما تستطيع أن تعالجه، فلذلك لا تستطيع تعالج الملف الأمني وتواجد قوة محتلة على أراضينا، ولا تتمكن من معالجة السلاح المنفلت داخل الأراضي العراقية، فلذلك أصبح المجتمع العراقي مجتمع يعني معسكر. بل نرفض تواجد وجود يعني قوات أجنبية في داخل العراق باعتبار الاستقلال يجب أن تكون فوق كل اعتبار. نعم طالبنا سابقا بخروج القوات الاحتلال، لكن تعلمون لربما يعني الظروف الخارجية ويعني الاعتبارات الحكومية أنا أعتبرها الغير مبررة طبعا، باعتبار لربما الوضع صعب للوضع الجيوسياسي للعراق يتطلب أن تكون هناك حوارات مستمرة. نعم نحن مع الحوارات بهذا الخصوص، لكن يجب أن تكون هناك مواعيد محددة لخروج القوات الأمريكية من العراق. أنا أعتقد ما محتاجين إلى قوة دخيلة أو قوة أجنبية تأتي إلى العراق لدحض
أو لإنهاء داعش في البلد. القوات العراقية اليوم ليست كما القوات العراقية قبل 2014، حصلت تغييرات جذرية، الوضع القوة العسكرية العراقية الماسكة الأرض تختلف عن نظيرتها في ذلك الوقت. نحسن الظن بقواتنا الأمنية، عدد جيد جدا من العقيدة العسكرية لدى المقاتل العراقي يختلف عن العقيدة قبل 2014. نحن نعول على أبناء البلد، على دمائنا العراقية. قال عضو مجلس النواب مصطفى سند إن اجتماعا سريا في ائتلاف إدارة الدولة تم تسريبه عبر جروبات شبكة محمد جوحي. وخلال حديث لبرنامج مع ملا طلال، أشار سند إلى أن قوة مسلحة تابعة للقائد العام اعتقلت موظفا في مكتب رئيس الوزراء لتورطه بشبكة التجسس. كان أكو لقاء سري بين قادة في ائتلاف إدارة الدولة، مفترض ما حد يدري بيه، فقط رئيس الوزراء يعني، وهذه الأطراف اللي ذكرت في الرسالة. فهو السؤال يطرحه الأخوة اللي ذكروا بالرسالة، منو عبر المعلومة؟ الجوحي، أو منو عبر المعلومة هذا الرقم الغريب؟ فهو ببداية من شكه وبالرقم، هو أيضا شاكين بأنه قريب من مصدر القرار. كشف مكانه حتى وهو بعد ما تحدد موقعه، واكتشف أنه هو هذا تابع إلى مكتب رئيس وزراء. هذا الشخص هو متخصص بالآي تي، متخصص في برامج الهاك والتجسس والتنصت وغيرها. لكن هي قوة يعني قوة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، لكن استخدم تابعة للقائد العام للقوات المسلحة بدون علم القائد العام. بدون علم القائد العام. ليش؟ هاي عندنا قوة واحدة بس. لا لا لا، هي قوة عندنا واحدة بس، إذا تريد تتصرف تصرف، وما دي القائد العام، ما عندنا غير قوة واحدة بس. لا 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 لا، مو هذا القصد. اي شلون؟ لا لا، مو قصد. من يتجرأ اليوم يروح يلقى القبض؟ مو الحشد. مو الحشد. لا لا لا، مو الحشد. قوة من هاي القوة التقليدية. لكن اللي يستخدم فصيل ولا فصيل، لكن ما يدرون. القاضي سلمهم مذكرة قبض، وكل قواتنا الأمنية هي عناصر ضبط قضائي، يعني مذكرة القبض اللي يلزمها أبو النجدة، يعني إذا أنت تجيب أبو النجدة مذكرة قبض على شخص يلزمه، ما يعرف هذا شنو تهمته، يعني يلزمه أبو الإرهاب، يلزمه أبو المخدرات، أبو الإجرام، يلزمه أبو المنافذ، يلزمه أي واحد على مذكرة قبض. وبالمطار يلزمون، يعني هو يلزمون. فلما القاضي استدعى قوة هي غير متخصصة في موضوع التجسس والتنصت، استخدم قوة، قال له هذا مذكرة قبض وتجيب لي إياه. هذا الضابط ما يعرف شنو المشكلة، راح جابه أوجه، من مجرد ما جابه احترق التليفون على الضابط. وإلى موضوع آخر يتعلق بالتعداد السكاني، قال النائب الإداري لمحافظ البصرة ماهر العامري إن 5000 موظف يشاركون في عمليات الحصر والترقيم، مبينا أنها تتضمن جميع المشيدات والمنشآت والدور، وذلك ضمن إجراءات البدء بالتعداد السكاني العام في المحافظة. أولى عمليات التعداد العام في محافظة البصرة اللي هي عملية الحصر والترقيم لجميع المشيدات والمنشآت والدور. بإذن الله تعالى جميع الفرق نزلت التابعة إلى وزارة التخطيط، وكذلك الموظفين العاملين من باقي دوائر الدولة. عدد الموظفين يقارب 5000 موظف، من خلالكم نهيب بمواطنينا الكرام التعاون التام مع الفرق الجوالة، مع كوادر وموظفي وزارة التخطيط والدوائر الساندة لها، لإعطاء جميع البيانات. مثل ما تعرفون هذا التعداد هو مهم بالأخص لمحافظتنا العزيزة، ليبين الواقع السكاني والعدد السكاني الحقيقي لهذه المحافظة، الذي بدوره سينعقد إيجابا على تخصيصات المحافظة وعلى الواقع الخدمي لمدينتنا العزيزة. ومن تعداد السكان إلى تعداد الكباب، ظل كباب الفلوجة شهيرا ومفضلا عند العراقيين زمنا طويلا، لكنه اليوم يواجه منافسة كبيرة بعد أن دخل المندي اليمني إلى مطاعم المدينة، وبات يحظى بالتفضيل عند الزبائن لنكهته وطريقة الجلوس عند تناوله. المندي والكباب قد يبدو تنافسا عاديا بين وجبتين، لكن دخول الأطباق اليمنية على أحد أشهر مدن الكباب في العالم يعد تنافسا مختلفا ومختلفا عليه. بشكل غير اعتيادي انتشرت مطاعم المندي في الفلوجة منافسة أهرام مطاعم الكباب الثلاث بالمدينة، الجلسة العربية ووجود الطباخين المختصين فضلا عن الأسعار كانت سببا في خلق جو تنافسي بين المطعمين
اليمني والعراقي. الجلسة عربية وتاخذ راحتك انت واطفالك وهاي. ثاني شيء اكله شعبيه، نسبه الدهون الهاي بيها قليله، هذا الشيء احب احنا. هسه اذا المطاعم الكباب وفرت هذا الشيء لكم جلسه عربيه، تروحون لو تفضل المندي؟ لا، هم نظل نفضل المندي والدجاج. هم كيمنيين، هم يطبخون حفرهم حطبهم غيره كله. كأسعار؟ والله أسعار كلش مناسبة يعني، جدا يعني منافسة من المطاعم هنا بفلوجة كلش مناسبة يعني. كمندي هنا بصورة عامة مش هواي يعني رغبة الزبائن، تقريبا 50-50. فيصل الاختيار بين الكباب والمندي يعتمد على معيار الذائقة. أكلة اليمن السعيد خطفت ذائقة الصغار قبل الكبار. إذا قالوا لك تريد كباب لو تكل لهم علاق لو مندي؟ لا، المندي دجاج. ليش مو اللحم؟ والله نفس الشيء، بس أكثر شيء المندي دجاج. تحب أكثر شيء؟ أنت يا من تجي؟ أنا بابا وأبو العمي وسيم. من يدفع فلوس؟ بابا. الاختلاف في الذوق لا يفسد الصحبة. نعم، هكذا يصف رواد الوجبتين ذلك. احنا من عشاق عشان نقول المندي والمشاوي هنا دائما نجي حتى نجربهن ولا غلطة. الكباب ما الفلوجي على المندي؟ والله حسب، نتفق مرات من يريد المشاوي ومن يريد المندي. بالنسبة لي المشاوي نمبر وان. كباب؟ اي نعم. كلاسيكو التنافس بين وجبتي الكباب والمندي وجد طريقه إلى طلبات الزبائن في مشهد يسحب البساط من منسف الإدليمية، ليبقى السباق محموما هنا بين ركني المطابخ الشرقية. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.